حاولت وقفها شوي على ايديها ورجليها. هلا رجليها متنيين هيك لتحت، سبت لها هون هيك بالوقت فورا هيك بتكعوكن لجوا وبتصلبوا. بس نوقفها، شوف هلا هيك مرخيين، بس توقفها خلاص بتصير هيك قطعة واحدة متصلبة وشادة، بس ما في يعني ما في حركة. شبيه النقالة بس إيديها ورجليها نازلين منها، تريح تنام على بطنها مثلا. فصلنا هاي الشغلة. هلأ عنا مشكلة إنه ما بيروحوا الحيوانات لعند الخياط، والخياط ما بيجي عند الحيوانات بخاف، فبنضطر إنه نروح ونرجع على كذا مرة. هلأ هي طلعت كثير مناسبة. هلأ إحنا بعتنا له لطبيب العصبية عشان هلأ هي خلصت الكورس اللي بيعالج التهاب النخاع اللي عندها، لنشوف هلا شو بيوجهنا ان شاء الله. اهلين، لا ان شاء الله تسلم لي هالنقله الخجلانه هيك انا بفصل للاسي.